أحد من هذه الأفلام حصل على أوسكار؟ ما أعرف ولا واحد فيهم. 12 Years Slave اللي فيه براد بيت، وفايت كلوب اللي فيه براد بيت، وذا تيرمينيتر اللي ما فيه براد بيت. تيرمينيتر اللي ما فيه براد بيت اللي فاز بالأوسكار؟ لا يصير، لا مش هو. يصير يصير اللي فيه براد بيت. أي واحد اللي في النص؟ خطأ. يصير أول واحد. واحد من الثلاثة الأفلام هذول حصل على الأوسكار. تايتانيك. لا إجابة مرة أخرى لأنه لما يطلع فيها كان غلط. لا صح. صح. أكيد تايتانيك. صحيح، إجابة صحيحة. واحد من هذه الأفلام حصل على الأوسكار. أول واحد هو بريف هارت. بريف هارت إجابة صحيحة. جون ويك. The Wolf Street. Oh my God, really? Brave Heart. Brave Heart. Okay, that's amazing. واحد من الأفلام هذه حصل على الأوسكار. آخر واحد. ليون ذا بروفيشنال. أعطيك محاولة ثانية. الأول. Green Book. صح. الحمد لله. فيلم واحد من هذول حصل على جائزة الأوسكار. The Shining. Shangri-La. حاولي مرة ثانية. Shangri-La. صح.